ماذا تحبون أن تقولون في نهاية هذا الختام، هذا اللقاء؟ نحن في حرب مع أبي بكر وعمر وعائشة، ولن تضع هذه الحرب أوزارها حتى نسقط ما تبقى من احترام لأبي بكر وعمر وعائشة، وأن تعود الأمة للقيادة الشرعية المتمثلة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أقول تسقط صاغية القلب، تسقط السقيفة، حان وقت التغيير ليكون الفرد الشيعي الرافضي سيدا رائدا. أحسنتم وجزاكم الله خير، ونشكركم لقبول الدعوة.